عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طلبت مني كذا مره اعمل لكم اكل من الاكل اللي بيتباع في الشوارع. النهارده ان شاء الله هنقول بسم الله الرحمن الرحيم يا هادي يا رب. والنهارده ان شاء الله هنعمل معاكم الكبده، الكبده اللي بتتباع على عربيات في الشوارع. بتتعمل يا جماعه، بصوا عايزه اقول لكم على حاجه، في ستان البيوت بتتبلها وبتعملها بالتتبيله، بره بيعملوها من غير تتبيله. ده اللي بيفرق البيت عن حد بره. طبعا في البيت بيبقى بذمه وبضمير، بره مش قوي يعني، برده مش كل الاماكن. النهارده نعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، مش هتفرقيها عن الكبده بتاعه بره بحاجه خالص خالص خالص. قول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا مع بعض. ان شاء الله هتجربها بطريقتي وتعجبكم. على بركه الله نبدا ونشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير عندي يا حبيبي زي ما انتم شايفين، فلفل اهو بقطعه، فلفل اخضر قطع صغير كده زي ما انتم شايفين، ممكن رومي وممكن حراق، بس الافضل تحطوا الاثنين على بعض عشان خاطر لو حراق تبقى حراقه قوي، الا اذا كان حد بيحب الشطه جدا. تمام، عندي كبده متقطعه مكرونه، روح يا دكتور عايزه كبده متقطعه مكرونه، قطعها لك رفيعه جدا كده، او اهي بصي اهي قطعها لك رفيعه قوي. تمام كده، عندي كمون، كزبره، فلفل اسود، عندي ملح، عندي توم زي ما انتم شايفين كده، حبه توم كتار، ان انا ما شاء الله عامله كبده كتير، وعندي زيت اهو. تمام، اول حاجه بقى زي ما انتم شايفين كده، قول بسم الله الرحمن الرحيم، اقطع الفلفل. دي اول حاجه انا هعملها، هقطعه صغير على قد ما تقدروا، اقطعوا الفلفل صغير خالص. طبعا عايزين تقطعوه كبير قطعوه. الكبده ما بيتحطش عليها بصل، الكبده اللي بتحط عليها بصل وفلفل الوان بقى دي حاجه ثانيه، ملهاش علاقه بالكبده الاسكندراني. تمام، وطبعا يا جماعه بتختلف من طريقه لطريقه، مش ما فيهاش اي اختلاف، عادي. في ناس بتتبلها الاول وفي ناس بتعملها زي ما انا هعملها دلوقتي، مفيش اي مشكله خالص. مش معنى كده ان هم فاشلين او بيعملوا غلط او انا فاشله وبعمل غلط، لا خالص. تمام اهو، كل واحد دي طريقته، مفيش اي مشكله خالص. اهو بالنسبه لنا يا جماعه الفيديو الحمام، لما انا قلت اللي بيربطوا الحمام دول فاشلين، يا جماعه حمام ايه اللي بتربط بفتله ومنبار ايه اللي بتربط بفتله؟ المنبار الوحيد اللي بتربط هو المنبار البوبس، دي الحاجه الوحيده اللي بتربط بخيط عشان خاطر تقسميه، لكن لا منبار ولا حقيقة. واحده متضايقه قوي وزعلانه قوي، وامي وستي كانوا بيربطوا الحمام، واسال امك، سالت امي قالت لي عمري ما ربطت الحمام ولا هي ولا امها، وقالت لي ولا ربطنا حمام ولا ربطنا بط. هو مسافه ما بينزل الميه هم بيبقوا خايفين يفتح منهم، بس للاسف لما بتربط الحاجه ما بتعرفش تاخد هوا، الحاجه يا اما بتطلع نيه يا اما بيطلع مكبوسه، ما تبقاش مستويه كويس وما بتاخدش راحتها، يا اما بتفرقع معانا. دي من اسباب عدم ربط الحمام او المنبار او البط. بس هقطع بقى الفلفل زي ما انتم شايفين كده بالطريقه الصغننه دي، وارجع لكم بعد ما اخلص التقطيع كله عشان نكمل مع بعض. الفلفل اهو كده حاجتي جاهزه، يلا بقى نبتدي نعمل الكبده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندي حله اهي واحط فيها الزيت. بسم الله. بصوا يا جماعه خلينا متفقين كده ان الكبده دي مش بلدي، الكبده دي مش بلدي عشان محدش يقرطسك يقول لك انا باكل في مطعم بيعمل كبده بلدي. مفيش مطعم بيعمل كبده بلدي، مش نضحك على بعض، اللي يقول لك كده يقول بدوي، مفيش حد بيعمل كبده بلدي. تمام، نسخن الزيت كويس. طبعا انا حاطه كميه زيت لان انا حاطه كبده تقريبا 3 كيلو، فحاطه كميه زيت حلوه كده، ان الكبده لازم تتحمر كده كويس تحميره حلوه. شايفين واخدين بالكم انتوا كده؟ الكبده دي يا جماعه مش كبده بلدي، واي محل كاتب عاده يافطه ان هو بيبيع كبده بلدي عارف ان هو بيبيع لحم حمير او لحم هوهو. تمام اهو، لان مش هيبان لك السندوتش بخمسة جنيه ولا بعشرة جنيه وكيلو الكبده ب 150 جنيه، عشان نضحك على بعض. تمام، اهم حاجه نسخن الزيت كويس قوي عشان نبتدي نحط التوم. طبعا يا جماعه بتختلف من طريقه لطريقه، انا بعملها بالطريقه دي طول عمري وان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم بامر الله. اهي سخن الزيت، اتاكد انه سخن كده. توم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي التوم اهو،
اروح حاطه الكبده على طول فوق التوم. بسم الله. انا بس صفيتها من المغسلش، صفيتها عشان خاطر تنزل الدم اللي فيها. بسم الله. لا يقعد يقول ياي ويا ويا ودني زلمته ما يتحركش. كل المطاعم بتحط نفس الكبده دي. انا جبت من عند واحد بيبيع كبده للمحلات والعربيات الكبده اهي. تمام، شايفين اهي. نقعد بقى نقلب فيها كده النار تكون عاليه عشان ايه تحمر معانا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي نقعد نقلب فيها كده، النار تبقى عاليه كده عشان تاخد وتدي بشكل ودي على طول. كده 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 اهو، شايفين كده اهو. كده احنا حاطين الزيت والثوم بس، مش حاطين حاجه اكتر من كده اهو. اللهم صل على النبي. نسيبها تتشوح كده تشويحه حلوه مع بعضها. بصوا حبايبي اهي، بصوا الكبده عملت ازاي. بسم الله ما شاء الله عليك اهي. كده دخلت في التحميره اهي، شوحها كده شويه حلوين كمان اهي. شايفين الصلاة على النبي، جميله جميله جميله، ريحتها حلوه قوي ما شاء الله عليها. نحط بقى الفلفل. بسم الله. كفايه كده فلفل. تمام. هعمل ايه بقى؟ ابتدي بقى احط توابلي وبهاراتي كمان دلوقتي اهو يا حبايبي. نحط الكمون. بسم الله. والفلفل الاسود. بسم الله. كمان كزبره اهو وشويه الملح. نقلبهم بقى تقليبه حلوه قوي. يا جماعة الفلفل بتاع الكبدة ما بيبقاش مهري، ما بيبقاش غامق. خمس دقايق بس يتشوحوا كده تشويحة بسيطة ويبقى كده خلاص. بالصلاة على حبيب وجمال النبي. بصوا حلو ازاي. خمس دقايق بالظبط واروح طافي عليه. بصوا حبايبي، بصوا الكبده وجمالها وحلاوتها ولا ريحتها فظيعه فظيعه فظيعه. خمس دقايق كمان بعد كده نشيلها في طبق. تمام حبايبي كده تمام قوي خلاص اهي. الصلاه على النبي. هطفي عليها بقى دلوقتي خلاص. كده الكبده بتاعتنا بصراحه حلوه جدا وزي الفل، بس عايز حبه ملح صغيرين. بسم الله. بس كده اقلبها بقى ونصلى على النبي كده زي الفل. اطلعها احطها في طريقها. بسم الله. كده حبايبي خلاص الكبده استوت وزي الفل. خلاص بقى ونفضيها بقى ويبقى كده ايه تمام معانا خالص. يلا بقى ايه نعمل، نحشي الكبده. خلاص اهو خلصناها. يلا بقى نحشيها واوريها لكم في الاخر خالص وبس. يلا بقى يلا. اه يا حبايبي الكبده خلصتها، هعملها بقى في السندوتشات واوريها لكم في الاخر. ريحتها حلوه جدا وطريقتها سهله جدا وبسيطه. نعمل بقى السندوتشات واوريكم بعد كده في الاخر السندوتشات. بصوا حبايبي الكبده اهي ما شاء الله عليها، حلوه قوي قوي قوي، زي بتاع زي اكل بره بالظبط، ما يختلفش عليه اتنين. ان شاء الله تجربوا الطريقه دي ويعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده. وسلام عليكم.